هو ايه الصوت ده؟ ده صوت ولا واحد حاجة، ده دوست على انت حاجة معاك بالغلط، علن؟ دي ماما. ماما لا والله، الله 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 ده الله، بابا بيضحك ماما. لا والله. هاي انا سلمى، والنهارده هيكون معايا ولاد كتير تاني. هسأل الولاد دول اسئله عن البنات عشان اختبر النوليدج بتاعتهم واعرف هم عارفين ايه ومش عارفين ايه عننا بالظبط. ايه رايك في بنطلوني؟ لا حلو، اول مره البسه. بجد؟ لا اول مره البس بنطلون عامه. بصراحه انا يعني حاسس ان لما كان في حيطه كان الموضوع ألذ. ده مبدئيا ده كده اللي هو سلام عليكم، انا عايز حيطه مش اشوف وشك. قول لي بقى، تعرف يعني الستات؟ اوف، فده سيره بقى. شو حياتي؟ هيسيره يا بلد. هيسيره ايه ايه؟ اللي هم ساعه وسخن. unexpected بس expected. simple complicated. بس والله قلبي شايل منكم شايله بنت. قلبك؟ لا احنا النهارده الحوار من القلب للقلب، فانا عايزاك تطلع كل اللي في قلبك. انا شايفهم ان هم مصيبه، مرعبين يعني. يا سلام، ما تستهونيش بيهم. ايه بتشوف ست بتطلع تجري يعني ولا بتعمل لا ايه؟ لا مش بطلع اجري، بالعكس هم اللي بيطلعوا يجروا لما بيشوفوني، بس ليه عشان انا في... فاهمهم. لاقيك فاهمها بتطلع تجري. هي بتفهم، الواد ده فاهمني. talented. متقلبين المزاج شويه، في نفس الوقت يعني ما نقدرش نستغنى عنهم يعني. ايه ده، في ايه؟ اهو ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط. ما هو المزاج بيتقلب لسبب. اوكي، ولا ايه؟ صح الحته دي صح، ليها سبب يعني، فمش جنان يعني. ماشي، هو مستسلم من اولها، دي حاجه حلوه. معظم الستات اللي في حياتي مهمين جدا بالنسبه لي، مثلا امي مهمه طبعا، اخواتي مهمين طبعا، صاحبتي ممكن تبقى مهمه. انا لاحظت انت بتقول على صاحبتك ان هي ممكن تبقى مهمه، هل في حاجه معينه ورا ده؟ اكتشفت ان كل ما تدي للانسان اللي قدامك حب، اوكي، كل لما معظم الوقت الانسان ده مش هيديك حب. اكرف البت تحبك، حب البت تكرف لك. صح كده. طيب انا دلوقتي هسالك شويه اسئله اعرف فيهم انت تعرف الستات كويس ولا لا. صاحبتك كلمتك وصوتها متضايق، سالتها مالك وقالت لك مفيش. مفيش دي معناها ايه بقى؟ انت يومك اسود؟ ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت. مفيش فعلا. خفت. الله، انا لقيت انت نظرتك مرعبه. ايه انت مرتبطه؟ انا متجوزه. يا نهار اسود. ايه اول اجابتين؟ مستحيل تبقى مفيش بجد، عادي. مستحيل ما يكونش مفيش حاجه. هو كده كده اكيد مش تالت اوبشن يعني، انا اكيد عملت مصيبه يعني. صح، يعني اكيد انا عملت حاجه انا مش عارفها وغلطت فيها. مالك 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 مالك. سعادتها بتبقى دي كويسه. اه مفيش، مفيش دي عاده بتبقى انا محتاج ابقى تحت بيتها ناو لغايه ما هي في الاخر انت ما بتفهمش حصل كذا كذا كذا، تحاول تاخد تهزيقه بقى. صح، على هادي، على هادي. اتهزق بكرامتي من صاحبتي عادي جدا. طب دلوقتي في بنت هتكلمك، البنت دي كانها صاحبتك. كانها صاحبتي. صاحبتي ايه؟ صاحبتك. ماشي، انا عايزه اشوف بقى هتتعامل معاها ازاي. جيتي لي على الحته اللي انا محترف. هيدي ما ورينا بقى الاحتراف. مرحبا حبيبتي. هاي، شو عم تساوي؟ ملعب. شو اكلت اليوم؟ ما اكلتش. ايه ده مال صوتك؟ لا مفيش. اوه، كنا بنقول ايه من شويه؟ ايه الكلام بسرعه بس عشان بلعب بلاي ستيشن. لا والله. ايه اللي حصل؟ لسه موصلك وكنتي كويسه مبسوطه. مين قال لك انا كنت مبسوطه؟ توقعت انت كده يعني؟ لا ما توقعتش، ما انت كنت بتضحكي ومسخسخه، جايه دلوقتي بتقولي مش مبسوطه. مسخسخه؟ احكي لي طيب ويمكن نوصل لحل. عملت ايه انا؟ ما عملتش حاجه. طب انت كويسه؟ لا مش كويسه. ما تحاول تشوف عملت ايه. طب ما انا بتكلم معاها، اديني فرصه. طيب يا تقبريني نزعل انا. مفيش حاجه. هو ايه اللي تقبريني؟ مفيش. شو اللي تقبريني؟ اللي بيضحك يعني في اللي انا بقوله. طب قولي لي بس ليه زعلانه بس؟ هو انت مفيش حاجه بتعرفها لوحدك يعني، وانا لازم اقول كل حاجه ولا ايه؟ طب انا اسف يعني بجد، اديني فرصه كمان هصلح. لا مفيش فرصه، هصلح كل اللي بينا بجد. ايوه انا سمعت الكلام ده كام مره بقى قبل كده. صدقيني المره دي مختلفه. هو ايه الصوت ده؟ ده ولا حاجه، ده دوست على حاجه بالغلط. دي ماما. ماما؟ لا والله. الله 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 الله، ده بابا بيضحك ماما. انا الباست فريند بتاعته مش صاحبتي يعني. لا والله شكرا. انت كده كده قبل اي حد، بس بعدك على طول تيجي سلومه. لا بجد. طب وبعدين يعني؟ هو اختي صدقيني ارجوكي بعدين تديني فرصه كمان. فرصه ايه؟ هو انت مع مين؟ هو انت بجد مش هتبطل المرض اللي عندك يا بنت؟ انا معاكي. دي عبيطه ولا ايه؟ هي كمان معايا كمان. ايه بقى بتعمل ايه؟ بتقول ان احنا لاقيين على بعض قوي ولا ايه؟ انا بحاول اصلح بينكم. سلمى دي واحدة متجوزة ما تقلقيش يعني، وبعدين هي حتى لو مش متجوزة ما فيش. لا والله ثقة يعني. لا كده كده ثقة، انت لو شفتيها تفهمي. انا بحاول اصلح بينكم. لو شفت صورتها تطمني. ما كلمني تشوف مالي ولا مكلمني تهزر ولا مكلمني تكلم اللي جنبك؟ لا مكلمك اطمن عليكي. لا ما تكلمنيش. بقول لك ايه، تصبح على خير. نتكلم انت بكره. من اهله حبيبتي. هنتكلم بكره. تصبح على خير. لا 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 لا، ولا بكره ولا بعد. تصبح على خير يلا. وانت من اهله حبيبتي. بيضغطي كويس يا حبيبتي؟ ها قولي بقى، ايه الفرق بين الفاونديشن الكونسيلر والبرونزر؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا انا هو فاونديشن دي حاجه بتبيض. فاونديشن ده اول حاجه، البيز. برافو. اقسم بالله العظيم انا ابيض ابيض بالمواضيع. انت عسل. دور في وشي.
ما قلتوش في كل حاجه، ما كل حاجه قدامك بقى، يلا اختار. البودره مثلا، الطبقه الالويش، ما في بودره، ما في طبقه، لكن شو العمى بقلبك انت مش شايف. الفاونديشن ده بيتحط في الاول عشان بعد كده تحطي الحاجه عليه، وقبل الفاونديشن برافو بيتحط برايمر عشان على حسب الايه، على حسب البشره بتاعتي. الله ينور عليك. والكونسيلر بيتحط بعد الفاونديشن؟ بيتحط فين؟ في الخدود، على الشفايف، في العينين. مش بيتحط في العينين؟ ما مفيش اماكن تانية. هذا اسم لاعب اساسا مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي، كانسيلو. لا الثاني كانسيلو. ايه بيفتح مثلا تحت العينين؟ ايوه صح صح صح، برافو عليك. البرونزر ده بقى مش ده اللي هو بيرفع وبيغير؟ ايوه صح. فرحانه بيك قوي. بس هقول لك المشكله ايه، انت عارف الحاجات دي كلها ازاي؟ كنت بصاحب ميك اب ارتست. وتقعد كام على الحاجات دي؟ كانت هي دي المشكله. اوكي كانت هي دي هنا عشان يدي لون البرونزاج. شفتي بقى؟ وده ده كل حاجه. لو اكون جربت عليك حاجه. ما هي في الاول كان كله كلام، بس بعد كده قالت طب ما تيجي نجرب الفاونديشن. ما انت اللي سمحت لها، سكتنا له دخل بحماره. ايوه بالظبط. لو عيد ميلاد صاحبتك هجيب لها ايه؟ مش عارف، بس ممكن ابتدي اسال بقى. تسال مين؟ اسال اختي. انا هجيب لها هديه معنويه اكتر ما تكون ماديه. بكام يعني؟ هبقى محكوم اكتر بهي عايزه ايه عن البادجت. بعبر عن حبي بورده، بقصيده، موبايل، عربيه مثلا. ما تعبرش عن الحب. تعبر. لو في واحده مثلا بتحب الشنط. هجيب لها ايه؟ شنطه. شنطه. استنى، عندي انصرف. عندي ليك شنطه، عندي ليك شنطه هتعجبك. شايله فيها همي. همك كله؟ مش كله يعني، اكيد ما مستحيله يعني يدخل في اي شنطه اصلا. بص بقى، شنطه شايله الهم دي انا جايبه فيها برودكتس من سورس بيوتي عشان تبين لي حبك تشتري حاجات زي دي. ماشي. مش تقول لي ورده. سكين كير بقى، على بودي كير، على ميك اب. في هير كير بقى ولا في؟ انت برافو عليك، انت تعرفها. لا عشان لو متسوح بس. بص بقى البرودكت ده. ايوه بقى، تخيل ده ايه. دي اسمها براو سوب. بتنضف حاجبك؟ هي حاجبي هتتوسخ ليه اصلا؟ حواجبكم تتوسخ كده. مش براو كونديشنر. تعرف دي ايه؟ فرشة سنان. فرشة سنان ايه؟ الحصان يعني. دي بنصرح بيها بس الحواجب بتاعتك وبتثبت، فدي تنفعني جدا. خدها معايا. بتشيل اللي هو الدراي سكن وبتخلي الدم سيركليت اكتر في الجسم. بص بقى البرودكت ده، ده هيعجب صاحبتك قوي اللي انت مش صاحبها لسه. تعرف ده ايه؟ هي مش مراية، لان انا مش باين فيها. تبقى مش مراية معروف. تبقى لاموس. ام يو اس اي موس. لا انت بتحاول تحلق بيها ولا ايه؟ بفهم. انت خليك شكلك ما بتستخدميش البرودكتس. نعم. كتير فمش. نعم انا عندي دي خمسه. خمسه؟ عندي خمسه موس. ده ايه؟ دي تانجر. عارف الايام اللي هي لما تبقى صاحيه من النوم واللي هما جنبين دول واقفين، بنجيب ده بقى نقعد نرش بقى ونصرح. جرب دلوقتي ولا لا؟ ما هو انا شعري دلوقتي حلو. بص بقى، ده هيلورونيك اسيد كولاجين للجسم وللوش. لا ايه الزلطه دي؟ سوري استنى. ما تعمل كده اصلا. لا ما بشعر من الكريم. سي عشان كده تلاقي ايدي هنا ناشفه. ما انا هقول لك بقى حاجه لذيذه، ان هو جل وبيهايدريت بدل الكريمات. لا لذيذ جدا. لذيذ لذيذ وعجباني خفيته. الدنيا من دول تلج. فده لا، ده بيهايدريت الشفايف. شكله طيب والله، شكله بيتاكل. بيتاكل. ايه؟ لا أكل. ما تاكلوش ما تاكلوش. جواشا. دي لما بتقعد تعمل بيها مساج كده بتلفت الفيس وبتخلي برضو البرودكتس تتوزع احسن. هتحتاجها. هتحتاجها ليه؟ وهتشوف. كهديه يعني. حطه بس كده على شفتك. وبالنسبه لشواربي. انتوا ازاي بتقولوا شواربي دي ومش بتضحكوا؟ فيشل تونر، هو ميست كده بيعمل هيدريشن للوش. ماشي انا هجربه لك. اوكي ما تتخضش واحسس بحاجه. قولي بسم الله. انت بقى قلبك ميت، ده دم غزال. حطه على وشك، حطه على رجلك. تجرب. هترشي ولا انت بتقلبي نور ولا ايه؟ ايه رايك؟ لا جميل. عمرك شفت بنت رجليها من هنا حمراء كده وشكلها حلو؟ حمراء؟ روز رجليها حمراء؟ تبقى روز. ماشي. تبقى حلوه. حاطه بقى هو ده دم غزال. هو ده اللي هيحطه. ممكن برضه دم الغزال يتحط هنا. طب ده بيتحط ازاي بقى؟ ده كريم ولا بنستخدم بقى معاه الجواشا؟ لا ما تستخدمش معاه الجواشا. جواشا. الجواشا دي الحاجات اللي انت تجيبها لصاحبتك لما تبقى عايز تشيل من عليها الهم، مش تجيب لها هم. نقول مثلا دلوقتي انت معكش فلوس بس. لا عادي ده على طول. على طول كلنا كده. بس انت عارف نفس الوقت عايز تجيب لصاحبتك هديه. سورس بيوتي عاملين بقى بندلز. اول بندل اسمها على بالي عشان تفضل عبالها كده. تاني بندل، ودي المفضله عندي، اسمها دلعني. دلعني محرجه. اديني في الدلع. دلعوا انتوا الاثنين بقى. عايز بقى تدلع وتتدلع؟ طبعا. في بقى بندل ازاي تخلي البنات تحبك. البنات تحبك. البندل بتاعك عشانك. خمسه بندل ازاي تخلي البنات تحبك. خلي البنات تحبك. صاحبتك سالتك انا تخنت ولا لا؟ من قبل ما افكر. انا شايفك تخنانه الصراحه سلمى. انت تعرفني اصلا يا ابني؟ انا بقول لك بقى، ما انا شفت الحلقه اللي فاتت. ممكن اشكي لابسه اسود؟ اشكي لابسه بنطلون. انا كنت عايز اقول كده والله بس اتكسفت. والله كنت عايز اقولها. ايه هو انت من الناس اللي كتبت الكومنت اللي هو فين البنطلون؟ انت الناس دي؟ عموما اي بنت لما تسالك هذا السؤال عارفين انه فخ. اطلعي من السؤال، لانه اذا قلتي لها تخنتي كيف؟ نفي. لا 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 انا شايفك قمر بكل حاجه. اي كلمه تهرب من السؤال. ايه الحلاوه دي؟ انت بتروحي الجيم من ورايا ولا ايه؟ بتبقى مستنيه الحته دي.
ساعات بحس ان نفسي حد يقول لي انت بتروحي جيم من ورايا. نفسي بجد. ايه اهم ثلاث حاجات في شنطه اي بنت؟ ثانيه واحده افتكر شنطه اي بنت تعرفها. خلي بالك انا في حاجه عايز اقولها دلوقتي. انا متربي على حاجه مهمه جدا، عمري ما افتح شنطه اي بنت في حياتي. ما افتح شنطه بنت بس شو ساوي يعني؟ ما عندك اخت؟ لا. ما عندك ام؟ بلا. شوف شنطه امك حسب هي رايحه فين. ماشي. يعني مثلا لو رايحه على البحر هتلاقي التانينج اويل والافتر سن والافتر سن. ماشي. ولو في حاجه بيفور سن هتبقى موجوده. لو نازله شغل روج هيدا الروج ولا إيه. هيدا اسمه روج صح؟ ايه بس احنا عندنا روج. كونسيلر مهم موت. عادة بيبقى فيه اللقطة اللي هي طب انا شكلي حلو النهاردة بس فيه لأه في دي تعبانة. أيوة. تعبانة في لأه شايلة هموم. ايوه هي دي. وشو مراية ممكن عشان مراية ستات القدام. ماشي. شبرة مريم شبارة. مش مهم. ما تحاول ما تسحنيش في التفاصيل عشان تاكل. مين بنت فتحت شنطتها لقيت جوه مراية؟ اختي. اختك معهاش مراية واحنا بصينا دلوقتي وشفنا. بصيتوا فين؟ مش فاهم قصدك. احنا بصينا دلوقتي ورا الكاميرا وشفنا اختك معهاش مراية. هي اختي هنا؟ عامل لي مفاجأة؟ انجي انت بتبقى عندك ايه في الشنط؟ لا يا ابني ليبستيك، ليب جلوس مثلا، حاجة بتفتح، فاونديشن، محفظتها. أوكي. المحفظه دي كمان اهم حاجه في الدنيا لو انت اللي جايبها. لا مش لو انت اللي جايبها، لو هي مليانه. طب انا اسالك سؤال، فين المفاتيح؟ فين الموبايل؟ يعني في حاجات كتير قوي في حياتنا. نسيت ان احنا كنا صح. نسيت ان هي بني ادم، هي عايشه في الدنيا عشان تتزوق لك بس. ده كل اللي شاغل تفكيرك. انتوا البنات بتاخدوا وانت بتفتح الشنطه ومش عارف تفتح الشنطه وتفتيح ومش تفتيح. طب انا حاسه ان انت ما تفهمش البرودكتس كده، فهجرب اتستي مره كمان. قول لي بقى ايه الفرق بين الليبستيك والليب جلوس؟ انا سمعت مره بنت عم بتقول انه اي احسن منه، انه واحد منه للابد، واحد بيلمع واحد بيطري، فاهمه؟ لا مفيش حاجه بتطري. طب وانت لا انا واحد فيهم الجلاس يمكن الجلاس للابد. لانه ازاز بيكون مو مو. ايوه صح مو مو. الليبستيك ده اللي هو الروج اللي انت بص عليه دلوقتي ده خالص. ايوه وبيتحط على الشفايف صح. ممكن يبقى لون بقى القديم بتاعنا ده. الحاجات الجديده دي بقى طلعت لسه مؤخرا يعني. الحمد لله. انت عارف حاجات الميك اب كلها منين بقى؟ كنت مصاحب ميك اب ارتست؟ لا. اوكي. دلوقتي بقى انت مصاحب واحده جت تقص قصتها متقصتها قصيره قوي اللي هي كده وبتكلمك وهي منهاره، هتعمل ايه من الثلاثه دول؟ هكون في قلعه طبعا. اه طبعا. هتجيب لها باروكه ولا هتقص قصه زيها ولا هتقعد تضحك عليها؟ افهمك انا قرتي صغيره جدا فهقص ايه؟ مفيش. وخليها تاخد الموضوع بهزار وضحك، ما تاخدوش على قلبها. قلبها قوي لان الشعر عندكم حوار، اللي هو واحده قصت شعرها هي تحدت العالم. هضحك عليها. الشعر طول ما بنعرف انه بقى مخلوفه يعني بيجي خلف بسرعه، يعني بيجي خلف بسرعه انه بترجع تطلع مره ثانيه بسرعه. احنا الخلف عندنا عيال. ممكن اضحك عليها عشان اجيب لها برقه دي كده قله ادب يعني. تضحك على المأساة اللي هي فيها دي مش قله ادب. مأساة؟ ده اضحك عليها الصراحه، بس على حسب برضو القصه يعني لو وحشه زي دي ممكن اقبلها عادي. انا اصلا مش عامله قصه، انت اللي انت بتقوله ده. لا بس مثل غريب جدا الصراحه. لسه في مثال ثاني بس ما ينفع اقول قدام كمان. لو كان الشعر عزيز ما كانش طلعش في بس انا قبل كده دي. اوصف الدريم جيرل بتاعتك في ثلاث كلمات. طويله اقصر مني القصيره شويه. ايه عايزه فين يعني؟ قد ايه يعني؟ متر 55 56 ايه؟ بيضه طويله. انتوا طويله مرتين اصلا، انتوا الطول بيفرق لكم قوي كده ليه؟ لا انا عندي عامه مشكله في طولي. سي لو بتحبك مش هتقل في عيونها مهما قصرت. ايوه بقى. سيمبل اللي هو مفيش رموش كتير نافخين شفايفنا على طبيعتها. حاطين اكستنشن على هادي كده. اوكي الشقره. لا ثانيه واحده، انت مصر ان هي تبقى شقره؟ ايه طبعا. انت عايز كتاب اللي هو الصبغه ده؟ أيوة اللي هو بتختار اللون. ايوه بتختار درجه طبعا. دور في شكلها هتلاقي حاجه تانية انت عايزها. لا انا مش ببص على الشكل بصراحه. ما هو باين عيون خضراء او زرقاء، يفضل الزرقاء. انت ما تتجوز باربي يعني. لويل. ثانيه واحده، انت قلت لويل اول حاجه؟ انت انسان مختلف جدا. اونست. كلنا اونست اصلا كده. ايه تاني؟ ايه ده مالك في ايه؟ كلكم اونست؟ لا طبعا. لا احنا كدابين، احنا بنكذب. مش دعوه. ثالث حاجه اتراكتف. ماشي. بس. ماشي. انت ثلاثه خلاص. خلاص تمام. زعلانه ليه؟ واونست. وبريتي برضه عشان لازم. الحقيقه يعني انت. بالظبط. لا محترم. سلمى مالك؟ لا مفيش. في ايه؟ مفيش حاجه والله. لا في. لا والله مفيش. لو كنت مهتم كنت عرفت؟ شوف انت بقى يعني معرفش. انا اسف. بص يا جماعه الفيديو ده is brought to you by Source Beauty. ده ويب سايت هتلاقوا عليه هير كير بودي كير ميك اب وحاجات تانية كتير. هما عاملين جيف اواي، شايفين شايله همي اللي انا شايلها من اول الحلقه دي. في خمسة منكم هيكسبوا الشنطه دي وجواها بندل على بالي. البندل دي لذيذه قوي، هيكون جواها سكين كير بودي كير وميك اب. اكتبوا في الكومنتس ايه الهم اللي انتوا شايلينه اليومين دول واعملوا فولو سورس بيوتي على انستغرام، وسورس بيوتي هي اناونس الوينرز على الانستغرام بتاعهم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو بنت سيركل على فيسبوك وانستغرام وتيك توك وتويتر وسبسكرايب على يوتيوب.